الساعة 2 واحنا راجعين من المدرسة، مفيش طفل ما تعلقش بعصامة حمادة ودودو. فأنا مبسوط إن أنا بقابلك والمهرجان ادانا الفرصة دي عشان أقول لك الرسالة دي. بس ده أولا السؤال، ومش هدفي أي حاجة يبقى فيها شيء مؤثر أو الرموش تقع ولا أي حاجة خالص، بس مين الفنان بمنتهى الكواليس السعيدة وليس أي حاجة اللي كنتي تتمني يتصل بيكي على الموبايل راحل يقولك ألف مبروك يا نونيا على جائزة الهرم الذهبي لمهرجان القاهرة السنة دي؟ وطبعا الجائزة ما خرجتش من العيلة من السنة اللي فاتت للسنة دي الحمد لله، من نيلي لحضرتك، فألف مليون مبروك. شكرا جدا. ربنا يخليك. أنا طبعا كنت بتمنى ناس كتير رحلوا، كنت بتمنى الأستاذ نور الشريف يهنيني طبعا بعد والدتي، الأستاذ عادل إمام بعت لي مرسال وقال لي مبروك على الهرم الذهبي. أنا تمنيت الأستاذ محمود عبد العزيز يقول لي مبروك، تمنيت الأستاذ أحمد زكي يقول لي أنا جسمي أشعر. فعلا إحنا افتقدنا ناس كتير بنحبهم فعلا. أنت اللي جميلة. ربنا. سؤال عندنا سؤال أنا طبعا بفكر في حاجات كتير وبستناها وأتمنى أنها تجيلي. أنا بفكر فيلم نعمله للطفل وأنا أأدي فيه دور صغير. إذا ربنا ما بعتليش الفيلم ده فأتمنى أعمل فيلم عن الإعاقة ذو الاحتياجات الخاصة. أتمنى من كل قلبي وأكون أنا أم لابنة عنده ذو الهمم، لأن أنا بحبهم قوي، بروح دايما أزورهم. ممكن تعرف